الجايه تكون افضل واحسن ان شاء الله. كابتن طارق، قبل ما اخش على الماتش مباراه النهارده، الدوري المصري دايما في فرق جهزت، في فرق ما جهزتش، فرق امكانيات كبيره، فرق امكانيات صغيره. انا بمسك الجدول كده مش لاقي فيه فرق لا ما جهزتش، ومش لاقي فيه فرق امكانيات صغيره. تمام. في البدايه بس سيف اسمح لي ان اعزي الشعب المصري و طبعا بصفه عامه القوات المسلحه بصفه خاصه طبعا لوفاه سياده المشير محمد حسين طنطاوي. هذا الرجل طبعا له ايادي بيضاء في سواء عسكريا سياسيا رياضيا. هي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، من الناس المحترمه اللي تعاملت معاه على المستوى المهني يعني حاجه فوق الوصف الحقيقه. طبعا وطبعا تولى الحكم في فتره من اصعب الفترات على مصر، فربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسجود ان شاء الله. الفرق كلها، بص الدوري اللي فات يا سيف كان ضاغط قوي او مضغوط قوي. انا في اعتقادي معظم الفرق ما لم تتخلص من الاجهاد والتعب اللي اصاب لاعبتها، باستثناء الفرق اللي صاعده. الفرق اللي صاعده للدوري الممتاز خدت راحه طويله برغم انها خدت من الدوري الممتاز، ولكن في فرق عندها امكانيات ماديه قدرت تاخد لعيبه كانت بتلعب في الملعب، وفي فرق مش قادره تاخد حد مشهور قوي او حد معروف قوي او حد خبره قوي نظرا للنواحي الماديه المغالى فيها في الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي. وبالتالي انعكس هذا الكلام على كل فرق الدوري الممتاز اللي هي هتبدا الدوري العام هذا الموسم. في لعيبه زي ما قلت لك مجهده جدا، لانك كنت تلعب كل اثنين يومين والثالث مباراه، يومين والثالث مباراه، قعد حوالي فتره طويله يشتغل هذا النظام، وبالتالي اللعيبه تعبت بشكل كبير، وده يمكن شفناه النهارده خاصه على لعيبه النادي الاهلي في مباراه اللي هنتكلم فيها طبعا لما نيجي نتكلم على ماتش النادي الاهلي. لكن بتتكلم على ضغط المباريات، اللعيبه بشر. وانا بقول دائما وقلت قبل كده يا سيف لما سئلت عن الدوري العام، احنا بنغتال لعيبه مصر، احنا اغتلنا لعيبه مصر في الضغط اللي حصل. اديك شفت منتخب مصر كان عامل ازاي في انجولا والجابون، وكان في بقى كلام كتير اللعيبه تعبانه، اللعيبه مجهده، اللعيبه ماشي اوكي، كل الكلام ده انا موافق عليه، ولكن السبب الرئيسي في هذا الاجهاد وهذا الاغتيال اللي حصل للعيبه منتخب مصر بالذات ضغط الدوري. ضغط الدوري، ما فيش دوري في العالم يستمر بهذا الاسلوب وبهذه الضغط، هذا الضغط الكبير جدا ادى الى ان كل اللعيبه النهارده مش قادره تمشي. حتى لو انت اديت اسبوع ما ينفعش يا سيف، في العالم كله، في العالم كله انت بتاخد من اسبوعين لثلاثه بعيد تماما عن كره القدم تماما، لان الدوري بيبدا شهر 8 ويخلص شهر 5. صح. فعندك 3 شهور انتقالات بقى، وده راح هنا وده جه هنا وده خد اجازه وده عمل، فبتدي راحه طويله جدا للاعب يقدر يسترجع ويستعيد شفائه بشكل كبير. لكن اللي بيحصل هو انا في اعتقادي الشخصي هو اغتيال لقدرات ولاعبي منتخب مصر ولاعبي مصر جميعا، لان اللعيبه بشر. واحنا يمكن انا يمكن موسم واحد من 12 سنه لعبتهم في نادي الزمالك، موسم او موسمين لضموا في بعض، لكن بقيه المواسم كلها كان في راحات كبيره جدا. عدى بناخد ب 40 يوم وب 30 يوم، فاهم، راحه سلبيه تماما بعيدا عن كل المباريات، وكنا بنروح نمتحن وناخد اجازاتنا والكلام ده كله. تيجي النهارده في ظل الضغوط بقى اللي حصلت كمان، وكره القدم تطورت بشكل كبير. يعني احنا ايامنا ما كانش فيه الفكر زي دلوقتي، كان في لعيبه محترمه جدا، وكان في ضغط، وكان في وكان في، لكن دلوقتي يا سيف الامور تطورت بشكل كبير، وبالتالي كان من المفترض ان احنا ناخد فتره طويله جدا ونبدا يبقى في مشكله. كابتن انواع مشكله، انا معاك كل اللي انت هتقوله، بس لازم كان يبقى في. انا قلت حاجه انت هتقول ان مثلا غصب عن الناس، ما انا معاك ان غصب عن الناس. انت ربنا اداك الامكانيه ان انت اعلامي كبير، فهتتكلم لوحدك. لا، قريت اللي انت عايز تقوله. طب انا هقول ايه؟ ما انا قلت لك اهو. ايه بقى؟ بقول لك انت كنت هتقول، ايوه، او يعني في اعتقادي، ايوه، بلاش كنت هتقول، في اعتقادي انك هتقول الناس كانت مرتبطه عندها ارتباطات والدنيا مزنوقه وما كانوش يقدروا يعملوا اكتر من كده وما فيش. لا لا، مش هقول احسن مما كان. طب قول. هقول لك في مشكله ثانيه، ان اللعيبه قاعده في العربيه. يعني اللعيبه بعد الدوري
كويس، اللعيبه كلها ستاند باي، حد اجازه 3 ايام روحوا بقى 3 ايام ارجعوا، لا بقت الاجازه 5 ايام روح وارجع، لا هنبتدي في اخر في اول 10، طب تعالوا بقى، لا روح هنبتدي في اخر في اول 11، طب استنى اما نشوف. ما خرجناش بقى، ده اللي انا قصدي ده لحد دلوقتي انت مش عارف هتبتدي امتى ولا هتلعب كاس ولا لا. لا كان المهندس احمد مجاهد امبارح صرح وقال كده ماشي، قال ان انا هكمل بطوله الكاس في 11 فان في 11 هيبقى 1 او 2 11 نهائي الكاس، كويس معنى كان انت الدوري هتبتديه في 11 بقى. معقوله ما شهر 10 كله ضايع، لان شهر 10 فيه منتخب. هو قالوا في نص 10، ما هو مفيش نص 10 خلاص، مفيش بقى، ده نص 10 كله ضايع، عبد الجليل كله ماتشات منتخب شهر 10. فانت عندك، وبعدين عندك افريقيا انديه سواء اهلي او زمالك او مين تاني مشترك مصري مش كده، كلهم كونفدراليه ودوري ابطال، فانت حتى شهر 10 كله رايح كمان. اقول لك الجديد ايه بقى؟ قول لي، قول انت ليه مش عايز تقول لي يا كابتن؟ قول يا باشا، قول لي الجديد، قول الجديد، قول يا كابتن كده، قول الجديد اعلامي برضه. مش عايز، بص مش عايز يا كابتن يدينا اي حاجه فيها حته، لا فيها اضافه، اصل انا بفهم الاعلاميين يعني مش عايز يدي حته يميزك فيقول لك لا افضل انا مثلا الاعلى اجرم، خلاص ماشي يا كابتن طارق خليك الاعلى، مفيش مشكله يعني.